هكذا تبدو مدينة تعز، قصف بشكل يومي يطال الأحياء السكنية، وضحايا يسقطون دون اكتراث لما يحل بهم من قبل المخلوع والميليشيا. تطورات متسارعة تجري على الأرض رغم التشديد على وقف إطلاق النار سعيا لإنجاح مشاورات الكويت. فالعمليات العسكرية لم تتوقف، حيث أفشلت قوات الجيش والمقاومة سلسلة من محاولات التسلل على أطراف المدينة. كانت آخر محاولة تسلل إلى مقر لواء 35 وثعبات والزنوج والجحملية. أدت الهجمات التي شنتها الميليشيا على المدينة إلى إصابة عدد من أفراد المقاومة والجيش، بعد أن استخدمت الميليشيا أسلحة مختلفة في هجماتها الأخيرة، بل إنها مستمرة في قصف الأحياء السكنية من مواقع تمركزها في الجهة الشرقية من المدينة، خاصة من تبة سوفتل والسلال ومنطقة الحرير وقاعدة الطارق الجوية، ومن مواقعها في الجهة الشمالية للمدينة. المدنيون كان لهم نصيبا من أعمال القصف، حيث أصيب طفلين بقذيفة دبابة استهدفت منزلهم في حي الشماسي، كما سقط جرحى آخرون في حي حوض الأشراف جراء القصف المتواصل على المدينة. يظل الحال على ما هو عليه في تعز، فالتهدئة لم تمنع القذائف من السقوط على منازل المدنيين أو مواقع الجيش والمقاومة.